في عجاله كده بسيطه على تطور الاوباك او تطور الكنز على الخط المباشر. كل اللي بيتكلموا في الموضوع ده بيقسموا الحديث عن التطورات المرتبطه بفهرس الخط المباشر الى ثلاث اجيال. بيعتبروا ان الجيل الاول هو اللي فيه مع اختلافات في القراءه على فكره، مفيش كلام ثابت او دقيق جدا في هذا الصدد، انما اغلب الظن يقال ان الجيل الاول من فهرس الخط المباشر هو اللي نشا في النصف الثاني من السبعينات والنصف الاول او اوائل الثمانينات من القرن العشرين، وانه هذا الجيل الاول كانت امكانيات البحث فيه محدوده جدا، كانت قاصره على المؤلفين والعالمين. والمقصود هنا بالجمل انه ما بياخدش كل كلمه من العنوان، وانما بياخد الجمله كلها على بعضها، وان الواجهه الانترفيس بتاعت الفهرس كانت يعني بدائيه جدا او بسيطه جدا، تعتمد على قيمة الاختيار. وبعض الدراسات اشارت الى مكتبتين في امريكا استخدموا هذا النوع من الفهرس، واحده سنه 75 مكتبه جامعيه، ومكتبه عامه في سنه 1978، كدلاله على ان هذا النوع او هذا الجيل من الفهرس بدا في النصف الثاني من السبعينات من القرن العشرين. الجيل الثاني هو اللي بدا في اواخر الثمانينات من القرن العشرين، وواضح انه ذا كان اكثر تقدما من الجيل الاول، لانه كان فيه اهتمام بالكيوردز كوسيله للبحث، فيه اهتمام بالمشغلات الكولينيه كوسيله مساعده في البحث، في ايضا زياده في عدد الاكسس بوينتس او نقاط الوصول في البحث، وفي ايضا تحسين في الانترفيس او في واجهه المستفيد. الجيل الثالث هو هناك اختلاف كبير حول الجيل السادس من فهرس الخط المباشر، البعض يرى أن الجيل الثالث لم يبدأ بعد، وأننا ما نزال في المراحل التجريبية للجيل السادس، والبعض يرى أن الجيل السادس هو الذي بدأ في التسعينات من القرن العشرين مرتبطا بظهور الفهارس في بيئة الويب أو بظهور الفهارس على الإنترنت وإتاحة الفهارس على الإنترنت. بيعتبروا استخدام الواجهات الرسومية الجرافيك هي بداية الجيل الثالث، استخدام الروابط للربط بين البيانات الببليوغرافية والنصوص الكاملة، الربط بين البيانات الببليوغرافية ومواقع المؤلفين أو الناشرين أو ما إلى ذلك، هي ما يتشكل الجيل الثالث من فهرس الخط المباشر. وبعض الآخر يرى أن هذه المرحلة هي مرحلة تالية أو ضمن الجيل الثالث، وأن الجيل الثالث لم يبدأ بعد. طيب ايه اللي حصل في اوائل القرن ال21 فيما يتعلق بفهرس الخط المباشر بصرف النظر عن تحته على الانترنت؟ بعض الشركات زي قالوا ايه اللي بيحصل في الفهرس، بس انا عايز اقول حاجه. احنا الحقيقه انا كمتخصص في الفهرسه شايف ان الفهارس بتواجه مشكله او بتواجه موجه شرسه جدا من المحركات البحث. والمستفيد الان لما تيجي تخير اي مستفيد تدور في فهرس المكتبه ولا تدور في جوجل، يقول لك على طول جوجل. نحن الان امام تحدي ان تكون الفهارس وسيله بحث، يعني تغري في البحث عن 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 البحث باستخدام محركات البحث. ولهذا السبب فالاتجاه الان يدور حول ولماذا لا يكون الفهارس شبيها بمحركات البحث او يكاد يؤدي نفس الدور الذي تؤديه محركات البحث، لماذا لا يكون الفهرس بوابه بورتال للمعرفه؟ اذا نحن ننتظر ان تكون الفهارس القادمه لابد وان تؤدي دور اكثر فعاليه من دور محركات البحث، والا ستفترق محركات البحث فهارس المكتبه. ناتي الى الموضوع الرئيسي وهو ارتباط هذا النوع من الفهارس الاوباك او الويب باك او الويب بيست اوباك والمعايير، ودي الشغلانه المهمه جدا. المعايير على فكره هي معايير بناء، هي معايير التشغيل، هي المعايير اللي يلتزم بها في انشطه الفهرسه من جانب المفهرسين والقائمين بعمل الميتا داتا وما الى ذلك. صحيح المستفيدين ممكن يستفيدوا منها، لكن هي في الاساس معايير خاصه بالعمل. في احد يعني الحقيقه تلاميذي وضع تقسيمه ممتازه جدا
المعايير اسمه هشام فتحي، وانا بقتبس وفخور بان انا بقتبس منه هذا التقسيم، تقسيم للمعايير الخاصه بالفهرس. فهو قسم هذه المعايير الى معايير صياغه المحتوى وهي الخاصه ببيانات الوصف، ومعايير ضبط المحتوى وهي الخاصه بالاكسس بوينتس، ومعايير تسجيل المحتوى او تكويك التسجيلات وهي الخاصه بمارك والميتا داتا، ثم اخيرا معايير بنية التسجيل او معايير كيفيه تحويل البيانات من نظام الى نظام الي اخر، وهي معايير التعامل الالي للانظمه. وهذه المبادئ الدوليه الفرنسيه صدرت في فبراير 2009، وهذه المبادئ موجود منها على موقع الإفلا نسخه باللغه العربيه بالاضافه الى اللغات الاخرى. هذه ليست قواعد الفرنسيه، وانما هي ارشادات لمن يريد ان يطور قواعد الفرنسيه الخاصه به. وكنا ايام زمان بنامل ان يكون عندنا حاجه اسمها تعارض، يعني التقنين العربي للوصف الجغرافي، وكان عندنا امل في ان احنا ناخد المبادئ دي والارشادات دي ونحاول نعمل بيز عليها وننشئ ما يسمى بالتقنين العربي للوصف الجغرافي. مش عارف البوجه دي سكتت خالص دلوقتي. على اي الاحوال، هذه المبادئ الدوليه هي تطوير للمبادئ اللي كانت موجوده في 1961 خاصه بالمداخل، تم توسيعها للكتب وغير الكتب، وتم توسيعها ايضا لتشمل الوصف الميبيوغرافي. انا عايز اقول انه الاخوان في البلاد العربيه الحقيقه كان لهم سي في هذه المبادئ، لانه هذه المبادئ عقد لها مؤتمرات كل سنه كان او كل سنتين كان بيعقد في بلد من البلاد اربع او خمس مؤتمرات لخلق جو دولي حول المبادئ الدوليه للفهرسة. ودي حاجة كويسة عملتها الإفلا، أي مشاركة أكبر قدر ممكن من المفهرسين في العالم في وضع هذه المبادئ. أحد هذه المؤتمرات عقد بالقاهرة 2005، وشارك فيه عدد كبير جدا من الخبراء العرب في هذا المجال. وأنا عايز أقول إنه كان في أثناء المؤتمر وبعد المؤتمر حوار كبير جدا، واتعمل موقع خاص بهذه المبادئ، وكنت انا بشوف عليه دايما انهم يطرحوا مثلا الكلوستري او يطرحوا مبدا من المبادئ ويعملوا فوتنج ويعملوا يعني بيعملوا اراء، ياخدوا اراء. وانا الحقيقه كنت سعيد جدا بان انا اشوف اراء كتير جدا من الخبراء العرب بيقولوا رايهم، واعتقد ان اخذ في بعض الحالات بارائهم، ونحن نشجع هذا الاتجاه. ايضا بالاضافه الى المبادئ الدوليه الفارسه، في حاجة اسمها التقنين الدولي للوصف الجغرافي. تصور انا بقول في حاجة اسمها التقنين الدولي للوصف الجغرافي ليه؟ ليه في حاجة؟ لأنه مش معروف للأسف الشديد، لا يشيع استخدام التقنين الدولي للوصف الجغرافي في المنطقة العربية، مع أن الأليكسو ترجمة 8 مجلدات أو 8 مجلدات من سنة 1982 ل 1992، ورغم هذه الترجمة إلا أنه لم يطبق على نطاق واسع من المنطقة العربية.